السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ما شاء الله غادي نشوفوا الطريقه ديال زرع الافوكا او الافوكادو من البذور. طريقه اللي هي سهله بزاف ولكن النتيجه مضمونه ان شاء الله. فاول حاجه غادي ناخذ حبه ديال الافوكا، غادي نقسمها على ناخذ هذه النواه ديالها. انا غسلته هنايا باش يسهل عليا انني دابا غادي ننقيها، غادي نقشرها، نحيد هاد القشور ديالها الفوقانيين. هنا الا بغينا نقشروها كان احسن، الا ما بغيناش نقشروها نخليوها بحال هكا ونديرو نفس الطريقه اللي غادي تشوفوا معايا دابا. وغادي نحتاج واحد العويدات، غادي نحتاج ثلاثة يكونوا رقاق ويكونوا يعني قاسحين باش نقدروا نخشيهم هنايا في هاد النواة. نديرو غير الكوردون، اسهل حاجة، هما اللي متوفرين عندنا في المنازل ديالنا، فهما انا هما اللي غادي نحتاج. صافي، هنايا انا من بعد ما كملتها في التقشار حيت القشور ديالها كاملين، دابا خديت واحد هذوك لي كوردون كيف ما قلت لكم. راهم هاد النواه راه رطب، راه بسرعه يعني كنقدروا نديروا فيه هاد العويدات بكل سهوله. غادي ندير ثلاثة، ندير واحد من هنايا واحد، المهم غادي ندير ثلاثة باش بحال كناخذوا ليها التوازن ديال هاد النواه، باش فاش نوضعوه في كاس ولا في اي قرعه يعني ما هذاك النواه ما يطيحش لينا وسط الكاس. صافي، غادي نثبتهم مزيان باش ما يطيحوش هاد العويدات هادو. غادي نجيب واحد الكاس يكون فيه الماء. صافي، وغادي نحطها فيه بحال هكا، تكون يعني قيسه الماء من الاسفل. صافي، الطريقه سهله. ودابا غادي نخليها غير حدايا هنايا في المطبخ، ما غادي ندير حتى لا في الشمس لا والو. يعني سبحان الله، غير بالماء راه الماء كيسرع العملية ديال النمو وكتكون النتيجة اللي أكيد إن شاء الله مضمونة وناجحة. صافي، ويوم بعد يوم فيما بالي الماء نقص شوية، راه كنعاود نزيد فيه شوية ديال الماء، ولا بالي يتوسخ كنحيد هداك الماء وكندير ماء جديد. صافي، حتى كتولي بحال هكا كتكبر يوم بعد يوم، كتبقى هذه هي اسرع طريقه باش كنزرعوا الافوكا. بحال هكا ملي كنديروها في الماء راه بسرعه كتكون الجذور وكتكون النتيجه مضمونه ان شاء الله، واي واحد كتقدر تنجح معاه. صافي، ومن بعد كنحولوها حنايا نديروها في الجرده ولا نديروها في المحابق، غير في محبق بحال هكا راها كتنجح وكتبقى. المهم حتى كتكبر من بعد عاد كنقدروا نديروها في محبق اكبر ولا نديروها في كيف ما قلت لكم في شي حديقه. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو ديال اليوم، ولا يعجبكم كيف ما العاده ما تنساوش اللايك فضلا وليس امرا. شكرا على المشاهده، الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.